بتحبوا من شتوي متعاونين فيه مع مين؟ ديار رحمن وكفايه كده. طب ماشي، بس انا متوقعه ان انتوا واخدين وقتكم، فانتوا هتعملوا حاجه باذن الله يعني حلوه ومختلفه. هسالك سؤال بقى يا امير، طبعا انتوا من يوم ما عملتوا يعني البند ده من 2004 بتتسالوا السؤال ده، فانا مش هساله لك بتاع يعني ايه بلاك تيما. انا مش هسالك السؤال ده، انا هسالك انتوا سميتوا نفسكم ايه قبل بلاك تيما؟ يعني قعدتوا تفكروا ايه الاسماء اللي قعدتوا تفكروا فيها وبعدين اخترتوا بلاك تيما؟ لا ما فيش، كانش فيه اسماء كتير يعني. هو كان بحر بيغني قبل ما معاك، كان بيغني فرقه، كان بيغني بحر في فرقه ثانيه كان اسمها انا يعني غنيت لوحدي الاول، وبعد كده كان كنا عاملين ورقه ميلاد و30 فبراير، بس احنا بلاك تيما ده كان اول اسم يعني. انتوا قاعدين اخترتوا الاسم ده مره واحده كده؟ بس هو كان حلو ومختلف وكاتشي قوي، عشان كده قلت انت ممكن تكونوا جبتوا ورقه كده زي ما احنا بنقعد نفكر في البرامج ان كتبنا الاسماء. لا هو صاحب الفضل بصراحه في الاسم ده من واحد من اصدقائنا يعني. هو تقريبا هو صاحب تكرت ان احنا نتجمع يعني، وكان بيقول لي عرفته على عبده، فسمع عبده قال انا طب ما تعملوا فرقه، تروح احنا اصلا عاملين فرقه بس سيبناها عشان اتسحلنا، طب ما تجيبوا حد تالت، فشفنا بحر بالصدفه بعدها بيوم فقال طب ما تسموها تيما. هو كان عايز يعمل، هو صحفي كبير يعني في روز اليوسف، ما تعملوا، انا كنت نفسي اعمل مجله اسمها تيما، ما انتوا بقى ما تعملوا حاجه اسمها بلاك تيما او تيما السمراء، انتوا اغانيكم كلها خماسي وشرقيه ومزيكا البلوز والجاز واحمد منيب وكمان المزيكا الثانيه، المزيكا العالميه سمر، اصحاب بشره سمراء يعني، ريجي وبلوز وجاز وكل الحاجات دي والراب، كل الحاجات دي خارجه من افريقيا يعني، جايه من القاره بتاعتنا. صح، فمع سبحان الله ربنا يعني وفق جدا جدا في الاسم، لا يعني لايق علينا بالملي. وكمان انا يعني متخيل ان شاء الله باذن الله يعني مع وجودكم وجمهور يعني وكده، ان هو مشروع فني، هو مش فرقه غنائيه يعني. بلاك تيما دي مش فكره فرقه ناس سمر بيغنوا اغاني خماسي، لا احنا ناس لوننا اسمر زي لون قاره افريقيا كلها وقاره امريكا اللاتينيه والبرازيل، ويعني ناس كتير قوي قوي شعوب قارات، فممكن من اغانينا دي ان شاء الله باذن الله نوصل للعالميه بمنتهى السهوله.